في الرياضة، يواجه اليوم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة نظيره الليبي بملعب السويس بمصر، وهذا ابتداء من الساعة 5 مساء. هذه المواجهة ستدخلها عناصر التشكيلة الوطنية بنية تحقيق انطلاقة جيدة في دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم 2023. للإشارة يشارك في هذه الدورة إلى جانب الجزائر كل من ليبيا وتونس والمغرب.